ايه ده؟ افتح الباب يا مامي، ده في واحد على الباب. افتح الباب يا مامي، بدي سيب الشباب. افتح الباب يا مامي، ده في واحد على الباب. افتح الباب يا مامي، افتح الباب يا مامي. طب يا مامي البادي هتأخر عن معادي. يا دي النيلة والغيبة، ده شكله يوم مش عادي. كمان مش لاقية لابي ولا هدومي بتلابي. حرامي ولا ايه ده؟ الحقني يا جاجاجي. البجاجي كان في الشنطة بلا شغل الأوانطة. طب اوعى تقول لي مالي، لا طب وانت مالك انت؟ المصروف والفلوس مش مصالح الدروس، مش عاملة شعري كتيرة وقلبي دايما لون. اوعى تفكر كان غيرك اشطر، بضحك لكن بعرف اكشر. جاي بتلاوع عامل لي صايع، ده مش عارف انا ممكن اعمل ايه. افتح الباب يا مامي، ده في واحد على الباب. افتح الباب يا مامي، بس نسيت الشباب. افتح الباب يا مامي، ده في واحد على الباب. افتح الباب يا مامي، افتح الباب يا مامي. وسط البنات انا واحدة وبس، لما بكون ماشية الكل بيبقى حس. افتح الباب يا مامي، فرحان من النوم يختص ويعوم. وهات يا لعبة العب عن الدار، ارقص عالتنت. بحب البت وقلبي فت، وهوبا نمت عشان البط. يحب النط كان بيعوم او كان عشرت. بحب البط انت ملاكي داري، شايفة نفسها قوي. عمالة كل شوية تقول لي افتح الباب يا مامي، تقول لابوها دادي وتقول لامها مامي. قال ايه مامي في ايطاليا؟ قال ما بتاكلش بامية. راحت مكسوفة الثانية، لفت عملت لي عمية. الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org